الاجتماع المنعقد اليوم برئاسة السيد رئيس الحكومة وبحضور كافة المتدخلين في مجال تنزيل الحماية الاجتماعية كيأتي إطار اجتماعات الدورية اللي كتعقدها الحكومة، والهدف منها بطبيعة الحال هو التنزيل السليم للمشروع الوطني الاجتماعي الذي أطلقه جلالة الملك نصره الله، واحترام الجدول الزمنية لتنزيله. واليوم بطبيعة الحال السيد رئيس الحكومة كما قلت بحضور كافة المتدخلين وقف على التطورات نتاع مختلف الأشغال التي تقوم بها مختلف القطاعات الوزارية لتنزيل التغطية الصحية الإجبارية، وكذا على كل العمليات التي يجب القيام بها حتى تكون سنة 2022 هي سنة انخراط جميع المغاربة بدون استثناء في التغطية الصحية، قبل أن نبدأ انطلاقا من سنة 2023 إن شاء الله باقي المحاور التي حددها جلالة الملك في إطار إصلاح الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناتها.